العنوان بالتفصيل لو سمحتي. أنا خليني أقصي أساساً أنا بهذه الحالة شو بدي أستفيد؟ بس مشان البنت الأولاد بيضربوا يا أقصي، لكن ليش هو ما بيضرب حاله الأولاد؟ مشان ما يضرب حاله الأب، فهماني علي أنا وعرفاني شو نغمه وشو مواله وكيف عم يفكر. صار يا أقصي أرح 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 مو طبيعي. أبو قصي كان هيك أول ما تزوجنا، بس بعدين بعد ما الله رزقنا برشروش ضبطت أموره، تغيرت أوضاعه، صار رجال تمام مثل التوتو. أي بس مو شرط أبو قصي، مو شرط. هي أنا جبت للمنظوم جوزي سابقا ندى ولحقت ضغري وجبت له سمورة. عم آخر شي جهدت الخمسين يروح خن إلى الجواز الرجال مالهم أمان. مو هيك؟ يو يعني معقولة أبو قصي جهدت 50؟ معقولة ليش مو معقولة؟ مو رجال هو يو كيف لك أنا رجال نص؟ ايه بده يجي على كما بده يجي. مسامي اسمعي لي شو رأيك تقولي لها تحكي لها عن وضعك مع جوزك؟ بدك يترجع لك يا لا ستي لا بدي رجع ولا يرجعني، ما صدقت انت ارتحت منها. ام قصي وام سامر تفضلوا. اجا دورنا ام قصي امي. اوش عم تسأليني لي أنا سئمت دورنا قدامك ثلاثة لسه طولي بالك. صرنا ساعتين قاعدين لغاية دون السنة بقى. شو بعمل لك؟ ليش ما أخذتي موعد على التليفون؟ كنت يجيكي على موعدك ودخلتي بدون ما تنتظري. طيب شو رقم تليفونكم؟ خذي هيكر علي رقم التليفون والفاكس واعطيني اسمك عشان برمج لك يا عندي على الكمبيوتر. بقى كيف بدي فوت براسه هالشغلة مالي عرفاني؟ عم تسمعيني؟ سامعك احكي. شو بيشتغل؟ هو مهندس، بس صهري هذا المهندس قارح كثير، ما بده يربط حاله بالولاد، وانت بتعرفيهم هدول اللي ما بدهم يربطوا حالهم بالولاد، مشان وقت بدهم تراك يفركوها من الوش. خدي هي صورة صهري وبنتي، عم تسمعيني؟ عم تشوفيني؟ شو اسمه؟ اسمه مروان المر من مواليد حلب. طيب فهمت عليك. الو منال لو سمحتي تعالي. ايوه منال. اسي منال خذيلي كل المعلومات عن السيد مروان وزوجته ندى من المدام. جميلة انا. حاضر مدام. شو مشكلتك؟ جوزي شو خايف يجهز جلالة الخمسين؟ معك صوته؟ اي معي. أبو قصي هاي صوته، بس هاي صوته من زمان لما كان شب. هلأ لو تشوفي شعره أبيض وشعره بيض ولا يهمك منعدلها بالكمبيوتر. ما بنسى. أهلا وسهلا إيمنا، جبتيلي المعلومات اللي موجودين كلهم ببناية معهم؟ ايه كلهم. شو بيشتغلوا شو علاقتهم ببعض؟ خزنيلي المعلومات كلها على سيدي واحد، ملف أبو قصي وملف مروان المر. مدام إمتى بدنا نجيب لك جديد نحنا؟ ثواني. تفضلي منال. حاضر. ما قلت لي مدام إمتى نجيب جديد؟ جيبوا جديد بسرعة بيكون أحسن. بس لا تنسي يكون عارف جديد أخضر. إيه حفظت أنا. وجناحه الأيمن أحمر وجناحه الثاني أصفر. شو ديك عجوبة منا نلاقي جديد؟ دور بتلاقوا اسألوا المختص الطيور. جبتيها. جارنا حمي ماتي إلا ما يلتقى عنده ديك بهالمواصفات هاي اللي ذكرتيها. اسألوا بس أكون حذرة بالموضوع. لا. طيب وأنا نفس الديك أنت وياها نفس الشيء بجيبوا الديك بنسلوا بنقطعوا وبعطيكم إياه تحطوه بمكانه مع عندي. إيه بس يتوفر معنا الديك بنجي لعندك. بس قلينا مدام أم ياسر هلا شو المطلوب بفلوس يعني؟ السكرتيرة برا هي اللي بتحاسب. اوكي يعطيك العافية يا ياسر. أنا قصري وفيها المبلغ من الآخر مو أنت بتدفعي نص أنا أدفع النص. شو بنام سامر أكيد إيش حكينا إلنا النص. نعم غالب مني ليك أطرش. طمنيني شو صار معك؟ تفضلي السيدي مدام، في معلومات عن مروان المر وسليمان أبو سنة وجميع سكان البناية من الأبو للسطح. ومين ساكن بالأبو؟ نحن مرتي سنكوح الهزاز وعلى السطح كمان نحن مرتي، بس في غرفة لأبو قصي مسكن فيها خطيب بنته روكي لاعب كاراتيه.
والمهندس مين مسكن عنده؟ ساكنة عنده حماته جميلة وابنها على أساس زيارة، بس الظاهر إنه ساكنين عنده. أبصر، أكيد مسكن حدا ببيتها وإذا مسكن عنده. المهم هي بالذات بدك تجيبي خبرها. حاضر مدام. وفي بكري أقول مروان جاي من حلب. هذا سمير؟ إيه سمير، وأنا ما عملي حقوله أكيد. مو مشكلة، المهم أنا هلا بشوف كل شيء بعيني. لا تخلي حدا يفوت لعندي لأني مالي فاضية. هاي البناية عجبتني كثير، والرزق اللي وراها كثير حلوة. عكينا نفعش في كل اللي بدها. أوكي، بالتأكيد. الله معك. عاوزتك بمهمة خطيرة جدا جدا، خليك مفتح زينك معي، رح احكي لك عليها. سامر روح انت مع مامتك ومامتك انزل على البيت يلا. طيب خليني تقوم مساعدتك وحياة امك. صغير مامتك على هالمهمة تروح انقلي. لا 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 يلا. سامر سامر نسيت شغلة، هي مهمة جديدة كثير جاية. ماما تنزل على خالك انا قصي، قلت لها ماما عاوزتك ضروري ضروري ضروري. بس ما نضيع عنا الا ب 3000 ليره. لا كثير. لا ما في اول ما تجيك نادي اعرف منه العرف اخضر وجنح احمر وجنح اصفر وجنح رطب. يعني شو ما كان سمحت كثير مغري علي بخصص انه على اساس احنا جيران اهل جيران. ايه اوكي 1500 اخر سعر لكم. شو رايك بالقصيم؟ ماشي ماشي بيطلع عليك النص 1250. هلا بجيبه. ايه سيكون نعم. اذا بدك تجيب سيره لحدا لسانك بقصص. لا ولا يهمك بسامر، انا لا تزوج سرك كبير غمي. لا خافي اكيد. لا تقول هلا بدي اقصص. هلا بدي يا سلام. ايه هذا يا ولد انت. هلا انا بدبر مصاري وانت تطلع لعند روكي بعته مع سامي. لا اوكي انا بدبر مع روكي، ما حدا بيروح لعند معصي وما بينشاف. ليش خايف انه هلا كسر لك راسه تكسير؟ يا ويلي ما حكى لك عن الثمن بوكس اللي قدحته اياهم على مناخيره وعلى جلده؟ ما حكى لي. تعال احكي لك ما بتعرف شيء. فوتي فوتي حبيبتي. لا أصبحت ولا أمسيتي، حطيناك بيل الغطاس وسكبنا عليك في ضد الرصاص، حوضتك من عيني وعين الناس من عينك من شافتك واستحلاكي من عين أمك وأباكي ومن عينك من قاعدة بحداكي، عين اللي بدت فيها حنت وعين يلي ما بتستحي طقت ونبقت. أطمن شغلت وطلع حامي. يا حبيبة قلبي كتر خيرك، نحن هلا خلص شغلنا يعني؟ لا تكتبوا لي عندي بكره بعد الظهر مشان اعطيكم الصدور وجناح المسلوقه مشان تحطوهم تحت المخده وفرشه مروان المر وسليمان ابو سنه، وهيك بنتكم بتجيب صبيان وبنات وجوزي. طمنيني. لا طمني طمني طمني. مع السلامه.
عفوا مدام ياسر، نحن حاسبنا انا بس السكرتيره بدي احاسبها بشيء يعني مثلا. لا ولو جيدكم غالي علي كثير يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا خاطري مع الشغل. تبعتيني على أسرع السوق خلي جبنا شوية الزور وشناح وفخار. حاضر مدام، بعد فورا وبس انجلوا دغري تسليه وتحضير اياهم وتخلي طريقه ياخذ ديك ويخبيه غرفه البيت. حاضر مدام، توصل الشارع بسرعه. اوكي. هلا وشي ما بطلع ما بطلع اذا عيونك بطلع فهمت ولا لا؟ ايه بدك تطلع انا عمك كنت حبيبي هلا ما بتسوى نجلي بتحلي وهلا فهمت يا روكي طول بالك خلينا نفا استاذ مروان رجاء لا تدخل معلش انت على اي بس لا تدخل خليني اشوف اللي معه شو عم تخوف يعني فكرنا في قانون لانه في قانون انا ماني طالع برات غرفه فهمت ولا لا ولا زين يلا ليه انا بدي فوت تفتح غرفتك ليه في ملعب بدك تطلع من الغرفه بس اسمع انا بدي اعرف لا خليني انا اعطيك كلام روح في كلام فهمت ولا لا شو تروح كلام انت بتتكلم انت انا ليش في كلام من انا بفتح تحت انا بعرف من عندك بخشيني هو منعك ومن هالبدايه سيمان أبو سنة أبو قصي مدير عام فرع مؤسسة الخضار. أهلا وسهلا مهندس مروان مر. أهلا وسهلا تفضل دكتور أحمد. إيه يا أبو قصي شو أخبار بنتك الشهر؟ أخذت البكالوريا؟ لا ما أخذتها. وكيف عرفتي؟ لا تسألني يا سؤال ليش نحن شو شغلنا هون؟ نعم شو بدك؟ هذا روكي لاعب كاراتيه وقاعد بالغرفة اللي على السطوح والملكية اللي حضرتك ايه شو بو يا ستي فكينا الغرفة هلا وفسخناها شو هالحكي؟ لسه امبارح الأمور كانت ماشية بيناتكم مزبوط امبارح صار فسخ الغرفة بس المشكلة انه عملنا بالغرفة ما بيطلع منها قضيتك بسيطة من طالع من الغرفة بس كان لازم يحدد لك اياها الأستاذ مروان أنا كيف مو روكي على أساس صاحبك يا أستاذ مروان وكيف عرفتي؟ أستاذ مروان إنه سؤال بلا بزعل منك بدري تزعل منك؟ لا 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 شو بزعلني مني؟ شو هالحكي إن شاء الله حماتك مع بدائك بالقعدة عندها هي وسمورة حبيب قلبها وشو عرفت؟ بزعل منك ها؟ عفوا نسيت والسيد بكري إلا يخفف وزنه ويعمل رجيم لأن هيك ما رح يقدر يلاقي شغل وإذا بده يسافر ما رح يقدر يسافر لأن السفر بده مصاري أستاذ مروان في سفر ببلاش؟ عم تسأليني لي؟ ليش عم تسأليني؟ أنت أدرى قصدي حضرتك أدرى وهلا أنت شو بدك؟ اتودر حماتك وابنها واخوك من البيت فهمك كفايه انت ادرى وبتعرفي قصدي طيب والسيد ابو قصي
بدك روك يطير؟ بالضبط. ديك عفو أخضر، جنح اليمين أحمر وجنح الشمال أصفر، لألكم أنتو اثنين. شو بديك؟ بدنا يا مشان نسلق ونقطعه ونعطيكم يا مسلوق ومقطع. ومنين نلاقي هذا الديك اللي عرفه اخضر وجناحه اليمين احمر وجناحه اليسار اصفر؟ اسالوا سنكوه، جابكم يلي بالابو، عنده خبره بالطيور وبهيك قصص. وبتعرفي سنكوه كمان؟ بزعل منك ابو قصي، بزعل منك. ها أفضل صاد، أفضل. لا تخسنا بدي سألك والله، سنكوها هالزاد، ساكن بالناشي. إيه ساكن بالناشي. إيه بقى والله. بالأبو. إيه كتب الخير، شكرا. أهلين. أفضل. شكرا. أفضل. إيه الله أفضل. 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 بدي سألك سؤال والله، سنكوها هالزاد، ساكن بالناشي. شو بدك منه؟ عاوزة منطوخة. أنا سنكوها هالزاد. مرحبا أستاذ سنكوها. أهلين. معك هلوه من دوتك المثلوه، جايك وانا محتاص وقاصدك بموضوع خاص، جابك معي هديك العجيب الغريب، عرف اخضر وجناح اليمين احمر وشمال اصفر، بدي اياك تتم لي اياه وتشوف شو بيصفر، بعثوا لي عندك جماعه قلنا خبرني كثير كثير بهالشغله. انا شو بقول لك ورجيني اشوف. ورجيني انا شو غالي منك يعني؟ خذ شوف ورجيني خبرتك ومع الميتا. روح ادعوا 2000 ليره. ما هي المصعب؟ من اي جايبه؟ شو دخلك من اي جايبه؟ حقه 2000 ليره، لك مصلحة تاخذ خطب، ما لك مصلحة في الصفر. وبعدين ها دي خاص حبيبي. وينك؟ انا عندي وضع وفرنك ما بدفعه، عم تفهم؟ يلا رح مشي لك يا المرة اللي انا سنكوه، هاد 2000 ليره. هاد ديك. هاد 2000 ليره. شرعي هاي الفرع. وإذا بدك عندي واحد ثاني يشبه خط المنطقة، أنا هو أخضر وجناحه اليمين أصفر وشماله أحمر. وإذا بدك تشوف غير عندي لا تحلى لا بدك تلاقي عن حدا. عم تحكي عن جد؟ إي والله قاعد عم بسرق، اطلب لي بس سنكوه العصفور اللي جبتك إياه. طيب وين بتقدر تروح تجيب له واحد هلا؟ هلا هلا ما في، بس بكره الصبح أكيد من كل الأولاد بكون عندك. بكره الصبح؟ بتجي لعند أبو مريدة؟ أنا. خلاص ماشي تفاجئ. مع السلامة. سلام مصروح. مصروح؟ ايه شو علاقة مصروح مصروح؟ المهم عم يجينا ديك مدهون وعرف أخطأ يا حبيبي. أنا باخذ ولعند أبو قصي ومروان. شوفي حبيبي يا قلبي، هاي بتخاف الجوال. قولي لك شو هديك هذا الاستفخار؟ انا ليش صممت عديك هذا بالذات؟ ليش؟ لسه ما شفت شيء؟ شوفي قديش الوزوره هلا بتاخذوها وبتروح بسرعه عليك. بتحط شوي تحت الغدي وبدي بتحط شوي تحت الفرش مشان ما تضل انا عليه وبعدين تقبع عليه. ماشي يلا. شو هذا الاستفخار؟ شكرا. عندك بدي اياها. شوفي لا تنسوا تحاسبوا السكرتيره اجر سنه يعني شيء 1000 ليره. قولي 1000. شو هالحكي؟ كتير؟ اطمعتي؟ لا حبيبتي موتي عادية. إذا أنتوا دافعين للسنكوه 2500 ليرة بقى استغليتوا 1000 ليرة إجرت نتفه وسلقه السحري. مدام باردون يعني سؤال سهيل، منين عرفتي إنه نحن دفعنا للسنكوه 2500 ليرة؟ بزعلونكم ها؟ لا تخيل. لا شكرا كثير لك يا العقيد، بس في سؤال حابب اسالك اياه لو سمحت. الناس اللي عم نتعامل معها عليهم شيء؟ مزبوط. ماشي شكرا كثير كثير لك. مع السلامه موفقين.
شو حاطينه؟ لعمة يا لطي شو جابوا هذول لهون؟ بعدين حطيناهم تحت مخدة روكي. لك يا أم قصي؟ أم قصي؟ شوف برونا بوطني. تعال شو هذا؟ هذا معقول؟ معقول وصلت فيك لدرجة انك تحطي فخاج جراج مخدة؟ لك مو انا تفكيري مو انا؟ لك انا مين يعني؟ امي ولا اخي ولا مرتي تاني مين؟ يا سيدي بيستاهلوا. شكرا كثير لك. يعطيك العافية. سمعت بإذني؟ سمعت بإذني. ينفضوا بدنك شو نجمع كتير وخفيف بيعني معا.